حي غرب جزء لا يتجزأ من موظفين محليات اسكندريه. واحنا كل اللي بنعمله ان احنا بنعمله تجربه رائعه في حي غرب، ان رئيس حي غرب لازم يكون بالانتخاب وعلى الاقل في الفتره الانتقاليه دي لغايه انتخاب مجلس الشعب وتشكيل حكومه تصور. احنا في الفتره دي بنقوله ان رئيس الحي بدل ما هو بيجي بالتعيين او بالتكليف من الامانه العامه للاداره المحليه واللي احنا عارفين مين رئيسها، وطبعا بيبقوا ناس مخابرات ولواءات ولا يبتغوا صالح البلد في اي شيء، اهم حاجه معارفهم ومحاسبهم بيقولوا الحزب الوطني. فاحنا بنقول التجربه دي ان احنا بنفرد رؤساء احياء من موظفي الاحياء نفسهم علشان يقودوا حركه الاصلاح وتغيير المجتمع المحلي. فاحنا لما بنختار رئيس حي من ضمن موظفين حي غرب ده مش لشخصنة الموضوع بقدر ما انه تعميم التجربة، زي ما عمداء الكليات اساتذة الكليات دلوقتي بيقولوا لا العميد لازم يكون مننا بالانتخاب، احنا كمان كموظفين الاحياء بنقول ان رئيس الحي لازم يكون بالانتخاب من موظفين الاحياء، لحين اما يجي قانون ادارة محلية محترم يكون رئيس الحي بالانتخاب من الاهالي على وجه العموم. اما في المرحلة الانتقالية علشان برضه يبقى رئيس حي فاهم سلطات رئيس حي ويعرف يشتغل، بنقول ان هو ممكن يبقى من موظفي حي غرب في المرحلة الانتقالية ان شاء الله.